بينهم من الآخر من الآخر من الآخر علشان نحطها ونفبركها عشان نسبكها ونأستكها حورناها وعكسناها وشقلبناها ولخبطناها فكرة مجنونة وجنناها في حيلهم بينهم قدمناها بس سمعت النهارده ان هو جاي يعمل فيا مقلب وهيوريني وش جديد. انا بقى هوريك الوش القديم اللي ما ظهرتوش قدامك قبل كده. اتفضل يا استاذ يوسف قدام. اتفضل. حيلهم بينهم من الاخر من الاخر من الاخر حيلهم بينهم من الاخر. واهلا مشاهدينا وحلقه جديده وبرنامج لقاء النجوم، والنهارده معانا اتنين فنانين كبار. معانا النجم الكبير القدير الاستاذ يوسف داوود. يا قمر يا قمر بجد. ومعانا كمان النجم الكوميديان المنتشر في كل الافلام ادوارد. ايوه المنتشر في كل الافلام. ايه راي حياتك في اعماله؟ يعني ايه رايي في اعماله؟ هو عمل حاجه؟ ده هو موجود في كل الافلام يا استاذ يوسف. ما هو دي ارزاق، يعني اقدر اقول ان هي ارزاق بيقسمها الرزاق و... ضربه حظ. لحظه واحده بقى، انت ملك جاي قرفان مني كده ليه؟ لا مش أرفان. مش احس كده. اصل انت مغشوش في روحك او واخد الم زي معظم الشباب اليومين دول. تبص تلاقيه عمل حاجه، طلع بنكته، قعد قعده مع شويه اصدقاء وقال نكتتين ثلاثه كده، قالوا لي ده انت دمك خفيف، قال طيب ما انا نقدر نروح نمثل وبتاع، راح يبقى نبقى نقول ده. ف انا كل ده حيلهم بينهم من الاخر من الاخر من الاخر حيلهم بينهم من الاخر من الاخر من الاخر. بص دي يعني مش يعني انت عمال تتريق عليا وهي عماله تضحك. مش بتريق، انا بقول لك فوق. انت ليه الكلام واخده تريقه؟ انا بقول لك فوق يا ادوار، فوق زيك زي بقيه النجوم اللي زيك وفي سنك. ما يجيبش انك انتوا تخدعكم الصوره، تقعد في صاله السينما تبص تلاقي صورتك على الشاشه الفضيه 50 متر في 40 متر تتغر. انا ما بقولكش انك وانت وحش، انا مش متجني عليك، مش بقولك انك انت وحش. يعني انت مثلا انت عملت ايه؟ هو عمل ايه؟
عملتي ايه؟ انت مفتكر كده؟ عملت ايه؟ عملت والله عملت معاك حسن ومرقص يا يا اخوانا الكلام ده يا ادوار ما لا يفسد الود قضية. انت عملت دور في حسن ومرقص يعني مش بطال. كان ده انت حسستني ان انت هتمدح وهتقول لا 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 مش بطال. لا مش بطال يعني كان كويس، ولو ان يعني برضو غلبت عليك الغشومية في انك انت تقف وقفة كويسة قصاد الكاميرا. يعني كنت حاسس انك انت غشيم شوية، عايز تبقى اكثر رصانة. وماله لما تاخد مني كلمتين. انت محسسني ان انا رديت عليك وبتقولي وماله، انا لسه ما فتحتش بقي. انت قرفان مني ليه يا استاذ داوود؟ استاذ يوسف يعني مالك؟ يعني حاسس ان انت يعني نفسي اقعد كده. انتوا قعدتوا مع فنانين، ما احنا طالعينها واحده واحده. ما انا عملت اول فيلم كان ليا، كان بحب السيما، كنت طالع فيه خمس ست مشاهد، وبعد كده ربنا كرمني. خمس ست مشاهد باول فيلم؟ امال انت طلعت ايه، بتعدي من ورا الكاميرا كده؟ لا، امال عملت ايه؟ عملت مشهد واحد. في بقى فيلم ايه؟ في فيلم ملف في الاداب، مشهد واحد. كنت عامل ايه بقى؟ كنت عامل دور واحد دكتور مستغل. حب الادوار المستغل. والله لا، كنت اصل حضرتك كنت شقي وانت صغير؟ ايه. حلهم بينهم بالاخر بالاخر بالاخر، حلهم بينهم بالاخر بالاخر بالاخر. انا انبسطت لما قالوا لي استاذ يوسف داوود هيبقى هو موجود في البرنامج. حلو بينهم. انا قالوا لي ايه حلهم بينهم دي؟ هنتكلم مع بعض. ايه حلهم بينهم دي يعني؟ ها ايه انجي حلهم بينهم دي؟ مش عارفه ايه حلهم بينهم ده يا استاذ داوود. يعني ايه حلهم بينهم؟ ده لقاء النجوم. لقاء اسمه هو حضرتك كنت جاي برنامج تاني وجيت على هنا عديت ولا ايه؟ ايه حلهم بينهم ده؟ ايه حلهم بينهم ده؟ ده حلهم بينهم ده كان برنامج مقالب كان بيجي في رمضان. والله انت بتعمل فيه مقلب يا استاذ يوسف؟ لا مش بعمل فيك مقلب يا ابن حبيب قلبي. مقلب انت يا استاذ يوسف؟ انت جاي تعمل فيه مقلب يا استاذ يوسف؟ لا وبعدين ما تتنفخش عليا، كفايه النفخه اللي انت فيها. انا معلش انا هستأذن دلوقتي، مش قادر اكمل. استأذني. تعالي انا انجي يا انجي. ما تسيبنيش يا انجي كده. يا استاذ يوسف جاي تعمل فيها انا مقلب؟ يا سيدي حقك عليا. قال لك حلهم بينهم وجاي تعمل انا فيها مقلب؟ يا ابن حبيب قلبي انت عايز ايه مني دلوقتي؟ ايه اللي انت عايزه؟ كلمه قلتها من قلبي علشان مصلحتك. فنان قدير، فنان قدير زي ايه؟ معلش يا ايه فنان قدير زي حضرتك. اتفضل. ايه ده فنان قدير زي حضرتك جاي تعمل جاي تعمل فيه انا مقلب؟ دي ليا دي علشاني. انت بتعمل فيه مقلب يا استاذ يوسف؟ لا. ها؟ لا امال انت بتعمل معايا كده ليه؟ انا مش بعمل فيك مقلب يا ابني، انا بقول لك كلمه. كلمه ايه؟ انت قاعد عمال تخبط فيا. امال ايه حلو منهم اللي انت قلتها دي؟ وجبتها منين؟ انا مش عارف. حد قال لي حلو بينهم. حلو؟ أيوة. حلو بينهم ايه؟ قال لي حلو بينهم. مالهم ايه حلو بينهم دي؟ انجي قالت لي ده برنامج مقالب. حلو بينهم ده برنامج مقالب. طب ايه اللي قال الكلمه دي؟ مين اللي قالها؟ دي غلطه. بس انا اللي عايز اقوله يعني ان حضرتك بجد نورتنا قوي النهارده. يعني ايوه انا عايز افهم انتوا جايين تعملوا فيا مقلب. انتوا بتعملوا فيا انا مقلب؟ مش انا بنعمل فيك مقلب. مش يعني. مين اللي بيعمل مقلب؟ هو استاذ داوود غلط، مش قصده. استاذ يوسف داوود. انا ما غلطتش. لا داوود مين؟ حلهم بينهم بالاخر بالاخر بالاخر، حلهم بينهم بالاخر بالاخر بالاخر. انا عايز اسال سؤال، انتوا بتعملوا فيا مقلب؟ بامانه وبصراحه.
حضرتك انا عارف حضرتك ما بتكذبش، بتعمل فيها مقلب بامانه وبصراحه. بامانه وبصراحه؟ اه 100%. 100%. خلاص انا بحبك قوي يا ادوار، وعارف انك انت فنان، دمك زي العسل يعني، وليك كاريزما كبيره قوي 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 قوي، وناجح 100% يا ابني، وربنا يوفقك ويعلي مراتبك ويعلي صوتك وصيتك وتبقى قد كده مليون مره يا حبيبي. يعني انت بتعمل فيا مقلب يا استاذ يوسف؟ بعمل فيك حب، بعمل فيك مقلب حب بصدق وتجرد شديد، بشوف بجربك قد ايه انت واثق من نفسك يا واد. انت ما دام واثق من نفسك هتفوت في الحديد. ايوه ولا هيهمك. ايوه انا عايز اقول لك بقى، ايوه، ان انا كمان بحبك جدا. الله يخليك. واحنا اللي عاملين فيك مقلب في حيلهم بينهم من الاخر. انا شفت بقى. بنحبك قوي. الله يخليك. والجمهور بحبك. الله يخليك. وانجي بتحبك. واحنا اللي بنعمل في حياتك مقلب حلهم بينهم من الاخر. اوعى تكون زعلت. لا ابدا، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. فهمت المقلب؟ ايوه فهمت المقلب. يعني كنت انت جاي تعمل في مقلب؟ ايوه، بس انا اللي كان بيتعمل فيها المقلب. ده حقيقي. ماشي ماشي. بس احنا بنحبك قوي. الله يخليك يا ابني، ربنا يطول عمرك. قبل ما تمشي بقى عشان ايه؟ ده ستايل. انت كده هتنام يا استاذ. يلا بينا. بنشكر يا جماعه الاستاذ يوسف داوود، جامد جدا جدا. حلقه كويس قوي قوي والله العظيم، تجنن. ونشوفكم بكره في حلقه جديده من حلهم بينهم من الاخر. كنت عايز الكلام ده كله يتقال في الانجليزي ازاي؟ انا اكثر من سعيد واكثر من فرحان ان انا قضيت الوقت ده مع زميلي وحبيبي ابني واخويا الفنان الكبير ادوار. خمس ست مشاهد باول فيلم. امال انت طلعت ايه؟ بتعدي من ورا الكاميرا كده؟ لا. هم اللي عملت ايه؟ عملت مشهد واحد. في ايه بقى؟ فيلم ايه؟ في فيلم ملف في الاداب، مشهد واحد. كنت عامل ايه بقى؟ كنت عامل في دور واحد دكتور مستغل. حب الادوار المستغله. يا قمر يا قمر يا قمر، ازاي حضرتك يا سيدي يوسف؟ عامل ايه؟ كويس؟ تعال. انا بس رجليا عامل فيها عمليه. سلامتك. ألف سلامة. اه والله ألف سلامة. يعني أرجو إن أنا وجودي بالشبشب ما بيثيرش أي تعليقات. ده كول كول فيري كول. ازيك يا حبيبي؟ يعني أنت طلعت من كلية التجارة بس تلاقي نفسك دم خفيف وعايز تقول مثلا إيه تغني وليندا ليندا ومش عارف إيه، أنت واخد بالك؟ بس تلاقي الناس مبسوطة منك، مش معنى كده إنك أنت فنان كبير. Hey.